جمال وشنو حنونتي؟ جمعة مباركة. قولي لي يرحم باباكي، وش من مكلة زارية قدمتي لي اليوم يرحم باباكي؟ وعلى كل الأمة الإسلامية. قولي لي انزلي خلينا في وشنو هذا يرحم باباكي؟ درت لك سفرة جزائرية بسيطة. سفرة جزائرية 100%. الجزائر كامل تعرفها؟ جزائرية ولا لا لا؟ نعم جزائرية. وريني. والجزائر كامل هذا وش هو يرحم باباكي؟ هذا الطبق الكنز. هذا الطبق الكنز يعتبر الطبق الرئيسي. هذا كنز الزيري. كنز هذا الزيري. كنز الزيري وشنو هذا؟ وشنو هذا يرحم باباكي؟ كبدة مشرملة. وشنو هذا يرحم باباكي؟ وهذا فريت اومليت. في فريت اومليت. فريت اومليت ايوه بطاطس في البيض. فريت اومليت زيري. ايوه فريت اومليت. ايوه طيب قولي لي دي عبارة عن ايه يرحم باباكي؟ هذه الكبدة المشرملة هي كبدة الدجاج. اه يرحم باباكي وعندك ما تقول. كبدة الدجاج؟ حتى كبدة الدجاج تستخدموها وتعملوها مكلة يا تزيريين. وشنو هذا يرحم باباكو؟ راني انطرطق من التفكير يرحم باباكو. قولي لي حتى كبدة الدجاجة. قولي لي كبدة مشرملة. شوف ليها ثلاث أسماء. كبدة مشرملة نقولوا لها كبدة مشرملة. ليها اسمين قصدي. كبدة مشرملة. كبدة مشرملة أو طاجين الكبدة. طاجين الكبدة. أيوة طاجين الكبدة تزيري. طاجين كبدة الدجاج أو كبدة مشرملة. أكيد حنون دي يرحم باباكي ده طبق صيفي مش شتوي. صيفي طبعا. صيفي مش شتوي. شوفوا وش حال جات مجمرة. الله الله تهبل. خوتي وخواتاتي المصريين هذا طبق اسمه إيه؟ كبدة مشرملة. كبدة مشرملة. أيوة. كبدة زيرية. أو طاجين الكبدة. هذه الكبدة زيري بيعملوها المكلة زيرية بكبدة الدجاجة. صح كده؟ ونقدروا نديروها بكبدة الخروف أو كبدة طبق صيفي يعني صيفي. صيفي. صيفي يرحم باباكي. قولي لي. ليان. قولي لي. تحوس. وش نحوس؟ وش تحوس ليان؟ تحوس على الدراهم. طلع لي منها. قولي لي. خلينا في الموضوع. أبغى تقطعهم. سيبا تقطعهم. هنا قدوم مني. كملي. وهذه شلاضة جزائرية صيفية. شلاضة زيرية. بصل وطماطيش. وشنو هذا يا زيريين حتى السلطة الزيرية تزينوها هكا. خليها ما شاء الله ما شاء الله على الاخواتي تاتي تزيريين. وشنو حنونتي؟ قولي لي كملي يرحم باباكي. خلاص وهذا فلفل مقلي. تزيري برضو. تزيري. وهذه جاتنا من الجزائر الهريسة الجزائرية ويا دلالي. هريسة تزيرية. جينا من الجزائر لحنونتي. صح كده يا حنونتي؟ صح. حنونتي. هذا اسمه ايه؟ هريسة. هريسة. هريسة تزيرية. تاكل مع الفريتوملات هي والمايونيز. وده ايه؟ فريتوملات. فريتوملات. ده عبارة عن بطاطس. بطاطا وبيض. بطاطا وبيض. انا درتها بطريقه تقليديه ما نحب نزيد لها ني معدنوس. حنونتي يرحم باباكي. واش نبداو بالمكله هذه ولا هذه؟ كيما تحب. كيما تحب. ايوه خواتاتي واخواتاتي خواتاتي تزيرين نجربوا الكبده المشمره. المشمره مشرمله. هي دي نجربها بزاف. طاجين الكبده تاع الدجاج. ونقول لكم واش رايي بكل امانه ان شاء الله تطلع مليحه بزاف. ممكن نجربها من غير العيش عادي؟ صح العيش استطعم عادي. بصح العيش فيها واحد الصوص. العيش راح يخليك ترفد هذاك الصوص. ماشي تغمس جمال. اوكي اوكي يعني ده لا طقوس معين ناكل على طول ولا قول كل على طول ولا طقوس ولا مقوس. ماشي بسم الله. راح تعجبك بزاف بزاف. شويه صوص. شوف حنونتي. شوف والله يبارك جات تهبل. الله الله بسم الله. شنو سقتي درام تاع بابا؟ هيلة بزاف. خوتي وخواتاتي الجزائريين ما شاء الله الكبدة المشمرة دي مشمرة؟ مشرملة. مشرملة. طاجين الكبدة. ده تزاير ما كلها تديرو هكا؟ ايه. سامع باش كل ولاية كل ولاية كيفاش تسمي. حنا نقولو يا طاجين كبدة الدجاج يا كبدة مشرملة. دي في قلبك. هيلة 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 بنينة. هيلة بزاف. قلنا وشنو هذا؟ فريت اومليت. فريت اومليت. طقوسه عادي ولا
هو ما كيما تحب تاكله بصح الافضل تاكله بالخبز. انا اليوم ما قدرتش ندير المطلوع لا ينهب بالاثنين. بسم الله نجرب مطقله بالحريسه والمايونيز. فريت اوملات فيت روملات فيت اوملات شويه فريت اوملات شويه هريسه. ايوه راه غطس في الهريسه شويه. وشنو هسه؟ مايونيز. مايونيز بسم الله نجربوه فيت اوملات وان شاء الله تطلع مليحه بزاف. بسم الله. هذا الكائن مغير طعم المكلة. بنينة هريسة ما نستغنعوش عليها. واحد منا فيها. بس بصراحة اللي عجبتني برضو بزاف ايدي طاجين الكبدة. بنين بنين بزاف والله. واحدة طريقة تاع الكبدة تجيب بزاف بنينة بصراحة. خوتي وخواتاتي الجزائريين كاش لاضت على البصل قسما بالله مكلة مليحة بزاف 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 بزاف. وش لاضة تاع البصل؟ ايه شلاضة. شلاضة نجرب الشلاضة مع عادي. ده عجبتني بزاف بصراحة. عجبتني بزاف. مع عادي بالخبز باش تغمس في الزيت. هذيك المرقة تاع الطماطيش والزيت لازم تغمس فيها. ماشي. طب ناكل بطاطس يعني ولا من انهي بقى؟ منها بس بالخبز. والله والله لازم بالخبز لانه فيها صوص سحري من تحت لازم تجرب تغمس فيه. ماشي بسم الله. احنا جربش لازا زيرية. حلو هيلة بزاف. طيب خوتي وخواتاتي يرحم باباكو قولوا لي في الكومنتات ويش من مكلة زيرية حابين نقدموها للفيديو القادم يرحم باباكو. حنونتي اليوم دريت لي كبدة مشرفلة. كبدة مشرفلة كبدة زيرية. شنو كبدة مشرفلة؟ كبدة دي زيرية مشرملة. نعم تقعد زيرية مش تمام جيت زيرية. وشنو هذا؟ فريت اوملات. فريت اوملات. فريت اوملات ده عبارة عن بطاطس خوتي وخواتاتي المصريين بالبيض ولا ايه؟ بالبيض. نعم بالبيض. أكلة جميلة وبسيطة تحبكم وخفيفة في نفس الوقت. قولوا لنا في الكومنتات وش من مكلة زي دي حابين نجربوها يرحم باباكم.